إنهما هذا ما سنشاهده الآن من خلال هذا اللقاء الذي أجراه الزميل مصطفى عرفات. فنان جورج الصوف، كل سنه وانت طيب. طيب سنه طيبه يا استاذ خالد، اهلا بيكم، اتفضلوا. هنقطع عليكم نقدر نقول اللقاء الفني ولا الجلسه الفنيه ولا بدايه ميلاد عمل فني مع بدايه سنه جديده. كل سنه وانت طيب. اولا مع الساده المشاهدين، اللقاء الغير مرتب ده وطبعا مش هيحصل فيه مونتاج على فكره، حسب تعليمات المخرج، يعني هيكون من الجمهور على طول. فمعاك الساده المشاهدين، بمناسبه العام الجديد عام 90 مدام هو على الهواء. يا ترى تقولوا ايه للساده المشاهدين مع استقبال العام الجديد عام 1990؟ تفضل. اولا اقول اهلا وسهلا بضيف البحرين العزيز الاستاذ جورج والسوف، صراحه واحد من الناس اللي احنا جميعا نحبه ونحب صوته ونقدره تقدير كبير، ويسعدني في هذه الفرصه ان نقول اهلا وسهلا بالاستاذ جورج والسوف، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا استاذ خالد، والمشاهدين وجمهور البحرين وكل العرب، كل اللي بيشوفونا بخير. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. يعني مش عاوزين مش عاوز ابقى مذيع المره دي بقى، يعني انا جاي عاوز انتم نشوف نشوف نعرف ايه اللي كان بيحصل دلوقتي بينكم. يعني هل ده عمل فني جديد؟ الحقيقة ولا هو هذا؟ أنا الشرف أن يكون أول لقاء فني أنا وأستاذ خالد. يا سيدي الشرف لي. يعني هذا عبارة عن مشروع من نص للأستاذ أحمد فؤاد نجم، وكنت أحاول أني أوصل ولو بصورة بسيطة جدا بعض الجمل الموسيقية للأستاذ جورج، لأنه من النوع اللي يحب الحاجات الثقيله والحاجات اللي خلينا نقول فيها غنى وفيها طرب. فهذه محاوله للوصول الى هذه الحنجره الذهبيه. تسلم. الفنان جورج ده اول هيبقى اول تعاون مع فنان خليجي. اول تعاون مع فنان خليجي. وشرف يكون مع الاستاذ خالد. الاستاذ خالد، يا ترى في رايك ان شاء الله العمل ده هيفرقع زي ما بيقولوا؟ هو شوف اصل الاستاذ خالد بيحب الفرقعه دايما، الهجوم والحاجات دي. لا والله استاذ جورج، المنطقه الموجوده هنا من اكثر المناطق القابله للتفجير. فانا اعتقد انه انا امام تحدي كبير، مش هو يعني. ان شاء الله. على العموم هو تعاون طاقتين فنيتين طبعا يشهد لهم الجميع بالتقدير، فان شاء الله هيكون ميلاد عمل ان شاء الله مع السنه الجديده يكون عمل ممتاز ان شاء الله. وبنسبه السنه الجديده نحب نعرف يعني استقبالكم للعام الجديد بيكون ازاي؟ اتفضل. اتفضل استاذ. انا بالنسبه لي في السنه الجديده عاده ما اكون مرتبط، ف يعني يكون في القاهره
تقريبا أكثر ارتباطاتنا، ولكن يمكن يكون هذه السنة الواحد ممكن يقضيها مع أهله. أنا ما تعودت إني أقضي آخر يعني رأس السنة مع أهلي، ولكن إذا 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 هذه إذا السنة هذه حصلت فرصة يمكن تكون مع الأهل، وإذا ما صارت فرصة كالعادة راح تكون إن شاء الله في القاهرة. في القاهرة. الفنان جورج. أنا الحقيقة أول سنة جديدة لازم أكون في القاهرة إن شاء الله. لازم أكون في القاهرة، عندي تسجيلات جديدة ومن ضمنهم الحان حاخذها بأستاذ خالد إن شاء الله. وبعدين عندي كم سفرة، عندي أستراليا، أمريكا، جولة. للجاليات العربية. إن شاء الله. طبعاً بعد ما خلص كاسيت الجديد اللي هعمله في القاهرة إن شاء الله. يعني في عام 90 في كاسيت جديد. في أول عام إن شاء الله كاسيت جديد. طب إيه رأيك بقى نكون سباقين ونعرف كم أغنية في الشريط الجديد؟ في حوالي 8 أغاني بالشريط الجديد. ان شاء الله نالوا اعجاب جمهور. نقدر نسمع حاجه منها؟ صاروا عليه يمكن شي 10. ان شاء الله يبقوا 10. طب نسمع حاجه؟ نسمع حاجه ثقيله حاجه من الالحان الاستاذ رياض البندك، اغنيه بتقول سيره الليل انا قطيفك وانا حزين، اغنيه ثقيله. سهرت الليل وانا حزين، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. ومهما الدنيا تتغير انا ما اتغير، انا ما اتغير وحيد يا ليل، حيران يا ليل، سهران يا ليل 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 يا ليل. الله الله الله. أستاذ خالد، يعني إذا كنا في حاجة للفنان جورج جديدة في سنة 90، نحب نسمع برضه في حاجة جديدة للفنان خالد الشيخ إن شاء الله. حاجة؟ أنا يا سيدي هيك مبسوط ومسلطن. إحنا عاوزين نسلطن للسادة المشاهدين كمان بصوتك أكثر يعني. أكثر من حبيب قلبي أستاذ خالد. لا أنا ما عندي شيء جديد، يعني قصدك شيء جديد للأستاذ. لا ليك أنت. لي أنا. والله يا اخي انا مش قاصمين بقى. ليه ليك مش ان شاء الله التعاون الفني الجديد في سنه 90 اللي بينكم ان شاء الله، اللي انتم كنتوا بتودينه دلوقتي او بتجربوا يعني تجربه مع. والله يا استاذ مصطفى انا ما عديت شيء حتى الان، فانتظرني شوي. طب واذا قلنا لك في سنه 90 خلاص احنا قربنا دلوقتي ندخل السنه الجديده، هديه من الفنان خالد الشيخ للسادة المشاهدين، هدية صوتية طبعا. خلاص. Thank you.
انا كنت عاوز بقى نعمل يعني حاجه غير تقليديه، ان تختار انت والفنان، الفنان خالد الشيخ والفنان جورج وسوف، يختاروا عمل فني يغنوه هما الاثنين مع بعض. انا راح اغني لا ما تحاولش ما تحاولش، عاوزين نسمع عمل فني بصوتكم انتوا الاثنين، ده متعه للساده المشاهدين وبنعتبره. انا هخرج من كادر خالص واسيبه. خلينا نتفق عليه اول شيء. طب اتفق الاول. ده فرصه. لا بالعكس، هيبقى متعه مضاعفه يعني. فتا ايه اللي عمل فني اللي تغنوه مع بعض؟ المره مش انا اللي اختار. خلاص الفنان جورج. الشيء حاجه اول انطبقت جورج بعيده عني. على اول لا ما تحاولش تهرب علشان هو يرتاح. انا لازم انظر لا. عشان انا ارتاح هو لازم لا انظر. حاول يعني انا عارف ان الفنانين ممكن تقدر عبد الوهاب شيء عندك شيء عبد الوهاب شو قادرين عليك نقدر على كل واحد. ايه رايك نختار حاجه لام كلثوم؟ طيب مثلا اذا ام كلثوم نقول هذه مثلا ونرجو يكون تفضل. بدون مونتاج الفقرة. عاوز لا خد راحتك خد راحتك واظبط يلا، بس عاوزين حاجة طويلة تبقى للسادة المشاهدين. الناس كلهم اللي بيصوروا معانا اهو، المخرج وكلهم بيسألوا على العموم قد ايه ان احنا سعدنا بيكم في اهلا 90، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين.